بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذا الشهر الكريم. اليوم بمناسبة الصيام سنتكلم عن معنى الصيام في المنام. إذا رأى الإنسان نفسه صائما فما المعاني التي يمكن أن يعبر بها الصيام؟ وسنجد أن هذه المفردة لها تعبيرات متعددة والأدلة من الكتاب والسنة. هنأتي بأدلة وهي ليست محصورة في تلك المعاني، لكن أردت أن أضرب بها مثالا لتنوع وسعة التعبير. ولذلك ينبغي الإنسان أن يكون حذرا، وإذا أخذ من تلك المعلومات أن يكون عنده خبرة متى يضع هذا المعنى ومتى يضع المعنى الآخر والمعنى الثالث والمعنى السابع، لأن المفردة الواحدة قد يكون لها عشر معان في تعبير المنام. وبالتالي الذي يستطيع كالطبيب لما يكون هناك دواء له عشرات الاستعمالات، لكن الطبيب يعرف فيما يستعمل بالضبط والمدة والكمية التي يستعمل بها والتفاصيل. يعني لو جاي قال الأسبرين، والله بيستعمل ل في الصداع، بيستعمل في بعض الأحيان في الروماتيزم، بيستعمل بعض الأحيان علشان تجلط الدم وعلشان الناس اللي هي معرضة للجلطات، وبيستعمل لكذا. فما يجيش إنسان على طول ياخده ويستعمله بدون تحديد الجرعة وبدون معرفة. ده نفس الشيء، تلك الرموز تحتاج من الإنسان إنه ينتبه للقواعد والقيود التي نشير إليها وعلى وجه الإجمال. طيب هنأتي انظروا هنا على السبورة، هنجد الصيام في المنام. ذكرت سبع يعني معاني يميل إليها أهل التعبير. الصيام في المنام قد يعبر بالنذر، يعبر يعني إنسان يرى نفسه صائما فيقول له المعبر ربما عليك نذر، وبالعكس النذر أيضا يمكن أن يرى أن عليه نذرا فيقول إنه أنت صائم أو عليك صيام. وأخذوها من قوله تعالى إني نذرت للرحمن صوما، فجمع بين النذر والصوم، وده بيسمى التفسير التبادلي في علم تعبير المنام. قد يعبر الصيام إنسان يرى نفسه صائما فقد يكون هذا بشارة بأن يرزق ولدا ذكرا. طب إيش علاقة الصيام بالولد الذكر؟ أخذوها أيضا من نفس الآية، إن السيدة مريم قالت إني نذرت للرحمن صوما، بخصوص إيه؟ بخصوص أنها كانت حامل بسيدنا عيسى. وبالتالي قد يكون الصوم أو النذر بالصيام قد يكون إشارة، لو كانت المرأة حاملا مثلا قد يكون إشارة أو رمز منامي إلى كون جنينة، إلى كون الجنين قد يكون ولدا إن شاء الله تعالى. الصيام في المنام قد يكون أمان من الأعداء. من أين أخذوها؟ أخذوها من قول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة، جنة كجنة أحدكم في القتال، فزي الدرع اللي بيستخدمه المقاتل. فده ممكن مثلا يأتي واحد في حالة من الخوف يتوقع هجوما من أعدائه فيرى نفسه صائما فيأتي للمعبر، فكل واحد بحسب الأحوال. ولذلك لابد من الاستفسار، فحينئذ يمكن أن يقال إن شاء الله تعالى أبشر بالأمان من أعدائك لأن الصوم جنة، فكأن ده بشارة بأنك في جنة وفي حصن من أعدائك. قد يعبر الصيام في المنام بالتوبة وتكفير عن اليمين أو الحج، لقوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، ولأنه أيضا بيأتي في كفارة اليمين الصيام، وكفارات متعددة بيأتي فيها الصيام، فربما يفسر بأنه الشخص ده يعني عليه كفارة يمين أو إنه عليه كفارة من الكفارات المعروفة أو إنه سيحج إن شاء الله تعالى. الصيام في المنام أيضا قد يكون بالنسبة
لمن صام رأى نفسه يصوم الدهر وكان من الصالحين ربما يدل على ابتعاده عن المعاصي، لأنه صوم الدهر يعني ده اللي هو صوم يوم وترك يوم، خير الصيام صيام داود، فلو جاء يرى نفسه كذلك وهو أهل فيقال ده يدل على ابتعادك عن المعاصي وأنك من أهل الإيه، من أهل الصلاح ومن أهل الخير. قد يكون الصيام أيضا بالنسبة لأهل الحرفة الصناعية يعني قد يكون إشارة إلى الفقر أو قلة العمل أو الجوع، لأن في الصيام الإنسان بيجوع ويعني بيشبه الفقير، فربما قد تكون إشارة إلى النوع من البطالة عند إيه، عند هذا الحرفي أو صاحب الحرفة، وإنه لا يجد من المكاسب ما كان يجد قبل ذلك. قد يكون أيضا الصيام في المنام وبخاصة في شهر رمضان قد يكون إشارة إلى أن الإنسان إن كان في شك أو في ريبة أو في تردد إنه يعني يفصل في أمره أو أنه يشرح صدره أو تظهر له بينات في المسألة، كما في قوله تعالى. وشوف هنا لما جاءت نقطة رمضان، لأنه جاء في الآية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فبينات من الهدى والفرقان، فقد يكون إنسان مثلا في حالة من الشكوك أو في حالة من التوجس أو عنده شبهات فيرى نفسه صائما، فنقول أبشر، فإنه إن شاء الله تعالى سينزل الله عز وجل على قلبك البينات والحكمة ويتضح لك ما كان مشكوكا فيه عندك وغير ذلك. فهذه يعني إنما أردت أن أضرب مثالا بمناسبة الصيام وبمناسبة الشهر الكريم، وليس حصرا، في معاني متعددة بالنسبة للصيام. ده بالنسبة لمن يرى نفسه صائما، سيأتي إن شاء الله تعالى في حلقة أخرى لمن يرى نفسه مفطرا، مفطرا في الصيام أو غيره، لها معاني أخرى أيضا وبرضو مقتبسة من الكتاب أو من السنة أو من الأمثال أو من العادات، كما هي قاعدة المعبرين في استنباط الرموز المنامية. فإن شاء الله تعالى يأتي في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.